طالع جميل سرحان في ايه؟ ابدا يا استاذ فوزي ولا حاجه. اكيد كل واحد عنده هموم. وهمومك واخداك فعلا يا استاذ فوزي. انا حاسه ان انا في دوامه عماله تاخدني لتحت، بس انا عندي امل في ربنا كبير ان انا ان شاء الله هاخد. لو ما فيهاش تطفل اقدر اعرف الدوامه اللي واخداكي دي ايه؟ ابدا يا سيدي، طليق عايز يرجع لي وانا استحاله ارجع له. معذور يا سهام، انت اللي عرفك ما يسبكيش يا فندم. ما تفهمنيش غلط، بس انا بقول الحقيقه، يعني انت شخصيه نادره فعلا اللي عرفك ما يسبكيش. وبعدين انت بتزعلي من المديح ولا ايه؟ عارف مشكلتي يا استاذ فوزي؟ ان انا انسانه عايزه تختار حياتها بنفسها، مش عايزه تبقى مجرد حته تحفه تتشال من هنا وتتحط هنا. من حقك انك تعيشي وتختاري. انت بتتكلم بجد يا استاذ فوزي؟ طبعا بتكلم بجد. غريب، اول مره اشوف راجل بيقول الكلام ده. صوابعك مش زي بعضها يا سيهان، والمشكله انت بتعاني منها، انا كنت بعاني منها. طليقتي كانت متسلطه وحيزاني امشي على العجيف ما لخبطوش. معقوله في ستات قادره للدرجه دي؟ قادره؟ هي قادره وبس. ما بقول لك حاجه، ده انا لولا نعم ربنا خلصني منها. سيهان عايز اطلب منك طلب، بس ارجو ما تحرجنيش. بعد الضحك اللي ضحكتوني ده حضرتك تقوم. ممكن نتغدى سوا النهارده؟ ميرسي ميرسي يا سيهام قوي ميرسي. يلا بقى. مالك يا ادم؟ صح؟ مش عايزه تقولي كده؟ سرحان كالعاده. في ايه يا ادم؟ في ايه؟ في اللي حصل لي واللي لسه هيحصل لي. يا ابني ما باسبورك جه، وبابا ظبط لك كل حاجه، وبكره تسافر، وهنا تحصلك، وكل حاجه هتبقى كويسه. خلي عندك امل يا ادم. يا نانسي، الامل ده للناس اللي بتحلم، انما انا ما بقتش اعرف انام اساسا عشان احلم. انا ما احبش اشوفك يائس كده. ده انت انسان قوي، ده اللي عملته ده مفيش حد في الدنيا يقدر يعمله بسهوله. تعرفي يا نانسي، مش انا قتلت، بس ضميري مرتاح عشان ربنا عارف انا عملت كده ليه. وتعرفي كمان يا نانسي، اي دموع في عينيا بتبقى ليه؟ مش عشاني ولا عشان الظلم اللي انا بشوفه، عشان امي واللي حاساه دلوقتي. تخيلي كده، اتحرمت من ابنها، وبعد شويه اتحرمت من ابويا واخواتي. اخواتي اللي ما بقى لهمش راجل ولا ظهر ولا حد يخاف عليهم ويجيب لهم حقهم. البركة في أخويا يحيى، ربنا يحميه. وهنا، هنا حلم عمري اللي مش هيكمل. لا هيكمل، هيكمل يا آدم. بكرة تسافر وتعيش في بلد بره بعيد عن الخطر، وبراءتك تظهر بعدها، وهنا هتروح لك وهتعيش حياة جميلة. وبكره اللي حصل ده كله يبقى ذكرى تحكيها لولادك في يوم من الايام وتضحك عليها. ولادي؟ تفتكر يا نانسي؟ ما تبقاش متشائم كده يا ادم. اسالك سؤال وترد عليا بصراحه. عمرك كنت قاعد كده في لحظه كنت متضايق ولا حاجه، قلت لنفسك انا ايه اللي خلاني اعمل ده كله عشان بنت مسيحية؟ أي واحد اتربى على الأرض دي كان هيعمل كده. أنا عارف كويس جدا إن اللي راحوا ضحوا بحياتهم وحاربوا عشان أنا وأنت نعيش في أمان دلوقتي كانوا جدك وجدي، أبويا وأبوكي، كانوا مسلم ومسيحي، ما كانوش بيقولوا حاجة غير الله أكبر تحيا مصر. أنا وأنت مصريين يا نانسي، ولاد وطن واحد، يعني إخوات.
ما تسألنيش السؤال ده تاني، ممكن؟ مالك يا هشام؟ عمال أفكر من امبارح في موضوع العملية دي. مشكلة إنها 100,000 دولار، يعني 600,000 جنيه. هنجيبهم منين؟ ما أنا عارفة يا حبيبي، إن شاء الله ربنا عالم بالحال، كل حاجة هتتضبط. أنا هبيع العربية، هيتجيب يعني حوالي 50-60,000 جنيه مش أكتر. وأنا هكسر الوديعة اللي كان بابا عاملها لي الله يرحمه، هتجيبي 90,000 جنيه. على شبكتي وشوية الصيغة اللي عندي يعملوا 50,000 جنيه تانيين. هتبيع شبكتك؟ طيب ادي 50 و50 و90، يعني حوالي 190، يعني قولي 200، يعني هيبقى فاضل 400,000 جنيه لسه. انا هبيع الشقة. ايوه، مفيش حل تاني. الشقة ممكن تجيب لها بتاع 300,000 جنيه ونروح نسكن عند بابا بشكل مؤقت، يعني لغاية لما ربنا يفرجها ويحلها من عنده. هو حل كويس، بس بالشكل ده احنا حياتنا اتدمرت خالص. حياتنا ولا هايدي؟ اكيد هايدي. يبقى خلاص ما تفكريش في اي حاجة دلوقتي الا هايدي وبس. بس كده هيبقى فاضل حوالي 100,000 جنيه يا هشام لسه. أنا ممكن آخد من بابا 30,000 جنيه. وأنا ممكن آخد 20 من ماما أنا كمان. يبقى اللي فاضل كده 50، اللي فاضل كده 50,000 جنيه. أيوة حبيبي، إن شاء الله ربنا هيفكها من عنده. يا رب. هو عالم بينا. يا رب أنا ما حلتش حاجة تاني، والله والله ما حلتي حاجة تاني. حبيبي إحنا كده قربنا قربنا على المبلغ اللي الدكتور عايزه، وإن شاء الله ربنا هيفرجها. على فكرة أنا عايز أقول لك على حاجة، أكيد في حل، أكيد في حل، بس إحنا عشان متوترين فالحل مش جاي في دماغنا. إن شاء الله خير يا حبيبي بإذن الله. اطلع بس أنت ارتاح شوية عقبال ما أجهز لكم الأكل. يلا عشان خاطر. وأنت فاكرة إن ممكن حد يجي له نفسي ياكل؟ هطلع بره أشرب سيجارة.